صافي هذا حبيبي مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. برحب بيكم في لايف جديد وتغطيه جديده من محافظه الاهليه، واحنا دلوقتي موجودين امام مستشفى منيه النصر المركزي في اثناء حضور زي ما حضراتكم شايفين قريه باكملها باعداد كبيره جدا، واقفين قدام المستشفى وامام المشرحه حزنا على فراق ابنهم فقيد الشباب اللي عمره 17 سنه. عمر شاب كان العائل الوحيد لوالدته بعد انفصالها من والده، وراح ضحية على يد شاب مستهتر بعد ما سدد له طعنة واحدة نافذة في القلب وتوفاه الله، وتم نقله لمستشفى منية النصر المركزي. هيكون لنا لقاء مع الشهود نتعرف فيه. حسن السيد قولي بقى جاره، اتكلمنا عن عمر. عمر سنه من سن ولادي، سنه من سن ابني الكبير وصديق لابني الكبير. انا عمري ما شفت اتخانقوا مع حد او اتخانق مع حد او بيتخانق خناقات عاديه، يعني مش بالايد وشتيمه وكلام ده، زمان زي اي شاب وراجل مستقيم وراجل كبير. والدته عشان هو منفصل عن والدته، منفصل عن والدته من زمان. دي قصه انا ما اعرفهاش عامه تانية. فهو كعمر رحمه الله عليه انسان محترم، وكل جيراني دول كلتهم بلا استثناء قاعدين اهوت يقول لك على عمر. انا شايفه عمري ما سمعت ان عمر على صوته في قلب البيت على امه خالص، ولا في الشارع، ولا مسك خناقه في حد في الشارع. في شارعنا تما على السكه بقى، انا مش متابعه على السكه، بس هو في الشارع محترم مع الكل. احنا سمعنا ان الخلاف كان خلاف عادي خالص جدا جدا. امبارح خلافات مشدده كلاميه بين يعني اثنين شباب، ده اللي انا سمعته، واتفضوا الشباب فضوهم مع بعض وخلاص خلص. انت سمعت ايه؟ سمعت ان هم اتخانقوا مع بعض كلامية. طبعا ده كان امتى؟ امبارح تقريبا. النهارده عمر خارج يتمشى او باكي مشوار، ايه اللي حصل له؟ ايه اللي حصل له من شهود العيال اللي انا سمعته من النهارده ان هو واحد اسمه فارس من البلد من القريه اللي احنا فيها جاب المضغه وقام ضاربها في صدر عمر على طول من ميت الخل مؤمن، يعني مركز منه النص. استناه على الطريق؟ لا ما اعرفش استناه بقى ولا ما استناهوش، انا ما اعرفش تفاصيل الحادثه. عمر كان شغال ايه؟ كان شغال في مغسله جنبنا، في مغسله عشان يصرف على مامته. طبعا طبعا. وانتظره سد بلوطه على ما سمعنا. انتوا كلكم انا شايفه المقالب نزلت هنا طبعا واقفين قدام المستشفى حزنا على عمر، ولسه جوه لا جوه ما تعرفش تحط رجلك من الناس من الشباب. ايه اللي تفتكروا عمر؟ تفتكروا عمر ده؟ كل ما اقول له نصح يقول له حاضر يا عمر. والله والله العظيم ده حقيقه، انا مش بجامل، وربنا لو 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 مين اللي اقول لك ايه، بس عمر زي ابني، عمر ده زي ابني، كنت بعتبره زي ابني جدا، كان بيسمع كلامي. طب وسته مربياه وخالته ووالدته وكلتهم كانوا بيحبوه، كل الناس دي كانت بتحبه. حال مامته ايه دلوقتي؟ ربنا الله يكون في عونها، ربنا يصبرها. مين وصلها الخبر؟ انا اللي وصلتها الخبر، انا اللي وصلته لها، لان في واحد اتصل عليا. انا كنت طالع من بيتي رايحين انا والمدام وبنتي رايحين نشتري حاجه من السوق من هنا، فمشيت نص عشان ادور على توك توك، ركبت توك توك لقيت التليفون جاي لي في عمر متعور في المستشفى. عمر متعور بس متعور بس. فانا دخلت ولسه بشوف لقيته عمر يعني في الانفاس الاخيره. شفته دخلت عليه طبعا. انا يعني وانا اللي مدخله المشرحه كمان وحضنته وانا سايب بعد ما سبت. عمر كان بيحبني، كان معتبرني زي اخوه كبير، زي ابوه، زي حد كبير في عيلتهم، لان كنت بكلمه بكل ادب وكل احترام. لا لان زمايلي هم اللي جابوه، انا ما اعرفش الموضوع ده الا بعدين. لا 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 ما حسش بيه خالص. هو تقريبا عمر كان متوفي اساسا وهم ما واحنا ما نعرفش هي خطه واحده شكرا جابت اجله رحمه الله عليه. والله هو ما يستاهل الموته دي والله. احنا شايفين ده لان احنا شايفين والله والدته عمر في عيونكم كلكم ومتاثرين، ويمكن الدموع اللي جوه وشاطر وبيشتغل ووالدته بتعمل له وهو بيعمل لنفسه وعامل شقته. طبعا سنه صغير ووالدته معاه بتسنده، ربنا يصبرها ويصبر اهله. واللي
وصبر سته عشان سته هي اللي تعبت في تربيته. بحق ربنا سته هي اللي تعبت في تربيته. لو اللي نفذ الكلمه ده شايفك او حد وجه الكلمه او لاي حد على خلاف مع حد فيفكر كده. لا 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 انا مالاش خلاف مع حد، اللي انا طالبه بس من ربنا القصاص بس. بس انا ولا يهمني اي حد. شايفه ان انت موضوع ان عمر ده ابنك؟ اه طبعا. ولو كان لو كان اقرب الناس عامل في عمر كده كنت سلمته، لو كان ابن اللي عامل كده ابن اللي عامل كده في عمر كنت سلمته لحبل المشنقه. وعادي انا ما بخافش من حد. لا لا الحق ما بيزعلش. انا سلمت اخويا اول مره عشان اقولها لك، انا سلمت اخويا كان عامل جريمه قتل وسلمته واتحكم عليه بالاعدام وانا اللي مسلمه بايدي. فتخيلي بقى لو هو مين. اه لا 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 عادي انا ما بخافش من حد. اه طبعا طبعا. والتاني شاب برضه وخسر حياته، التاني برضه القاتل شاب وخسر حياته. بس انا كلامي كتير مع عمر، ما اعرفش التاني، انا ما اعرفش التاني ولا ليا كلام مع التاني. هي ممكن تبقى توزت شيطان غلطة ما تعرفيش، ما تعرفيش بقى الشيطان بيجي للشباب دي منين. جيل ما يعلم بيه الا ربنا، اقسم بالله جيل ما يعلم بيه الا ربنا. ايه الغلط فين؟ الغلط ان احنا نسينا ديننا، اقسم بالله نسينا ديننا، نسينا ديننا من الاخر. ولا عدنا بنصلي ولا عدنا بنتقي الله في بعض، كل الجيران بتنم في بعض، كل حاجه في الاهالي وفي القرايب كله، كل واحد مش كل واحد يخليه في حاله. كل الناس كانت بتحب بعض زمان، كل الناس كانت بتحب بعض زمان بدون مصالح. الوقت انت عندك مصلحه صاحبي وحبيبي، وقت المصلحه فكك مني. اه ما تعرفنيش هو بقى ولا كان بتاع مصلحه عمر ولا اي حاجه. وحياه ربنا انا مطلع خشب شقته بايدي وعيالي اللي مطلعين. يقول لي خلاص يا عم حسني انا ابقى 100% ولا مش ولا بيشرب سيجاره، ولا عشان ما نقولش بس ان هو سكري ولا الكلام الفاضي ده، ولا مش شكلنا ولا التاني بيشرب سجاير ولا الكلام ده ما اعرفش. بس عمر ما بيشربش. اه عمر ما بيشربش سجاير. كان شغله ووالدته ومستقبله. اه كان يقول لمامته حاضر وطيب وسته حاضر وطيب. دي اللي انا شفته بعيني، عمري ما سمعت ان هو بيزعق. عمر كان معتبركم اهله؟ اه طبعا. وعيالي بتطمن بيكم؟ اه طبعا. انا لما ابني يتاخر مثلا اقول له يا عمر انت فين؟ لو اتاخرت روح يا حبيبي. بس لان هو كان مع ابني على طول. ربنا يصبرك يا فندم. امين امين يا رب. فاحنا نطلب من الجميع والساده المشاهدين ان ربنا يغفر له. بس اللهم امين يا رب، ربنا يرحمه برحمته. اللهم امين اللهم امين. شكرا يا فندم. شكرا. ربنا يرحمه رب العالمين. حضرتك جار عمر؟ الجيران موجوده هي موجوده. يا شاب خير اللي كان من الارض. اهلا بيك. انت جار عمر؟ اه. بص يا ست الكل، مفيش بني ادم حلو الناس هتقول عليه وحش، ومفيش بني ادم وحش الناس هتقول عليه حلو. كل الناس دي احباب عمر. اه كلنا جيران، احنا كلتنا كده جيران. الله يرحم، ما عادش يجوز عليه الا الرحمه. عمر كان من يعني من الناس المحترمه جدا، 17 سنه زينت الشباب، ربنا يرحمه. اخلاق ادب احترام، كان هو يعني هو اللي كان بيصرف على البيت، هو كان اساس البيت، هو اللي كان شايل البيت بصراحه. هو ماليش الا اخ واحد بس. اه ابوه متفصل عن امه. هو اخ صغير 12 سنه، هو كان عمر هو كل حاجه، كان هو اللي بيصرف على والدته، هو اللي كان شايل البيت. الوقت اصبح عمر ربنا افتكره، اخوه الصغير ده ما يعرفش يجيب حاجه دلوقتي، يعني عنده 12 سنه لسه صغير قد ده كده، الراجل الواد ده كده يعني ما يتكلش عليه خالص. والدته هناك في ال... فاحنا الوقت احنا عايزين حقه بما يرضي الله، بما يرضي الله حق الراجل ده يجي. تم القبض عليه؟ ايوه هم مسكوه باين، ما اعرفش والله، ابويا سلمه ما اعرفش الكلام ده والله. لا 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 احنا بنتكلم كلام هيحاسبنا على ربنا. احنا بنتكلم كلام يا ست الكل هيحاسبنا على ربنا. تستدعي ان او توصل الخل؟ لا لا ما يستاهلش كده. انا اقف في الطريق لا 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 يا ست الكل. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك. انت صديق عمر ولا من الجيران؟ انا جار وصاحب. ومقرب
قرب لعمر. ايوه. كان في مشكله امبارح. ايوه. بين فارس. فين وبين فارس اللي هو خلص. ايوه هو كان مشكله كلاميه. هو بقول لك كان في مشكله بينه وبين واحد من الناس دي. فبقول لك انا زي ما سامع بقول لك خد عمر راح يوصل. واحد صاحب عمر قال له ده هيوديك بين الناس دي. فان عمر ان ضربه قلم. فده طبعا خزنه لتاني يوم فراح يكلمه قام طلع المطوى وقام خط. هي طعنه واحده. هي احنا ما شفناه احنا ما شفنا انا ما شفتش عمر. هو كان في واحد موجود هنا اسمه محمد السيد هو اللي كان قاعد مع عمر وشاف عمر وهو بيطعم. اخر مره شفت عمر هو عمر دايما من البيت للشغل وبشوفه دايما في المغسله. حياته للشغل هو في المغسله هو اللي داي هو راجل البيت هو اللي بيصرف هو اللي بيصرف على امه وهو اللي شايل المسؤوليه. فدايما اشوفه من الشغل في المغسله للبيت. ان شفته اشوفه في المغسله انزل اسلم عليه. كلتنا كل اللي موجود ده حبايب عمر لحد الان مش مصدقين ان اللي ده حصل مش قادر تصدق ربنا يرحمه امين يا رب امين يا رب ربنا يعينكم في كل اللي انتم بتقولوه ده يعني متابعينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز مية النصر كلها نزلت بأعداد كبيرة زي ما حضراتكم شايفين حزنا على فراق عمر الشاب الجميل الخلوق اللي عمره 17 سنة واتربى بعيد عن والده كان هو العائل لوالدته والأخوه وكمان متابعينا الكرام كان مجتهد بشهادة الناس زي ما حضراتكم سمعتوا شاب بيشتغل وبيدرس وشطب شقته ولكن للأسف الشديد بسبب خلافات عادية بالأمس امبارح بينه وبين احد الاشخاص شاب يدعى فارس ايضا عمره 17 سنه ونص وترصد له اثناء ذهابه لعمله طعنه طعنه نافذه انهت حياته وتم تحويله الى مستشفى منيه النصر المركزي لانهاء الاجراءات وتحويله الى مستشفى المنصوره الدولي لتشريح الجثمان ومعرفه سبب الوفاه. بندعي له بالرحمه والمغفره ان شاء الله باذن الله وبندعي ان ربنا يعني يلهم والدته الصبر والسلوان. بشكركم والى اللقاء.